بسم الله الرحمن الرحيم المشاهد الكريم اينما كنت نسوق اليك تحايا عطرات وامان نضرات وامالا غير عاطلات. جرت اليوم مساء اليوم في التاسعة بتوقيت الخرطوم السادسة بتوقيت الرباط على ما اظن المباراة آه الأولى للفريق القومي السوداني بين الفريق القومي السوداني والمضيف آه الفريق المغربي. المباراة آه بدأت وكل فريق قد ملأ كنانته آه لكي يفوز بهذه المباراة. كما قلنا في المرة السابقة أن الفريق المغربي يعني يؤكد تماما للجميع انه لن يتخلى عن اي نقطه حتى وان كانت خارج الدير. قائمه المباراه اللي بدات بها الشوط الاول اختلفت عما كانت توقعاتنا تقول بعض الذين كانوا ضمن الاحتياط الاول دخلوا في هذه المباراه. في الفريق المغربي لكن الفريق المغربي لعب بتنظيم اللعب المعتاد أربعة ثلاثة ثلاثة بمثلث وسط قاعدته باتجاه مرمى السودان ورأسه باتجاه مرمى المغرب يتكون الرأس من عادل تعرات اللي هو اللاعب مركز ستة صاحب الرقب ثمانية والياس شاعر كمركز عشرة بينما لعب ريان ياسين ماي مي... مي... آ... آ... كمركز كا... آ... ثمانية آ... from box to box وفيما عدا ذلك كانت في تغييرات بسيطة جدا آ... بدلا من أن يلعب بوفال أو آ... بن شرقي في الجناح الايسر لعب أيمن برقوق اللي هو واحد من الناس اللي بيلعبوا في مركز عشره فيما عدا ذلك كانت نفس القصه ايضا تغير لاعب مركز اربعه اللي هو اللي اللاعب الجديد هو أوغيرو لعب في هذه المباراه بدينا ليبجيك. بقية الملعب كما هو بنفس الوظائف في الفريق القومي السوداني كان في تغيير جذري الحقيقة في الفريق القومي السوداني من حيث تنظيم اللعب مقارنة بآخر مباراة ودية لعب الفريق القومي السوداني و في مجموعة اللاعبين المختارين أولا في آخر مباراة لعب الفريق القومي السوداني اللي هي المباراه بتاعت النيجر الثانيه بالتنظيم 3 5 2 طب تنظيم اللعب به في هذه المباراه لعب بالتنظيم 4 5 1 الغرض بشكل عام هو تكثيف اللعب في وسط الملعب لكن كمان كان عنده غرض اخر مهم جدا ان احنا ذكرناه في المره اللي وقلنا انه دي واحده من مشاكل الخطه او الاسلوب 3 5 1 انه عوض طرفي الملعب بدل ما يلعب بلاعب واحد لعب بلاعبين في كل طرف ده دي الفكره بتاعت التغيير من 3 5 1 أي 2 الى 3 الى 4 5 1 دي الفكره الاساسيه في التغيير وانه عمل مثلثات لهذا التنظيم حتى يصبح اللعب فيه نوع من انواع التنظيم فلعب في الرواق الايسر بالثلاثي فارس وده اللاعب الاساس كظهير ايسر ما هو اللاعب نمره واحد ولعب هنا قدامه باللاعب ابو عاقله وفي وسط الملعب لعب بصلاح عادل فأصبح ده مثلث مهمته إنه تنظيم اللعب في الرواق ده بطول الخط نجي للرواق الأيمن أو الجناح الأيمن أو الطرف الأيمن لعب باللاعب الأساسي بتاعه اللي هو السموأل ثم قدامها السموأل لعب بلاعب آخر هو أطهر الطاهر المحترف في سموحة ثم في الوسط الملعب أضاف ليهم ضياء الدين فأصبح لديهم مثلث هنا مسؤول أيضا عن الرواق الأيمن أيضا حاول أن يعمل مثلث وسط رأسه إلى باتجاه مرمى السودان اللي هو فيه الشغيل ولاعبي الوسط صلاح وضياء ايضا مثلث هنا اللي هو الاحمر ده بين صلاح وضياء ومحمد عبد الرحمن ثم مثلث هنا بمحمد محمد بالشغيل وامير ووضح الفكره كلها أن الفريق القومي المغربي بيلعب اساسا على طرفي الملعب وبيعكس الكرات الى الداخل فهو عايز يمنع حركه اهم لاعبين مفاتيح لعب هنا اللي هم اشرف حكيمي في اليمين وزكريا بخلال زائدا ادم ماسينا وايمن مرقوق وعدم لعب في هذا الاتجاه طيب هل نجح يعني نجاح نسبي آه نقدر نقول في حدود ال 65% بمعنى انه منع كارثه كان ممكن ان تحدث بدل ما انه الفريق القومي آه ينهزم بخمسه او سته اهداف آه او حتى ثلاثه اربع اهداف آه خرج مهزوم باثنين. حتى الهدفين اللي احرزوا كان يمكن ما يوجد يعني يعني الفريق القومي المغربي اضاع فرص كثيره جدا اضمن من الكورة الكورة اللي دخلت في الفريق القومي السوداني. الكورة كان ممكن تطلع صفر صفر رغم الاداء السيء للفريق القومي السوداني وفي نفس الوقت كان ممكن تطلع بهزيمة نكراء يعني اقلاها اربعة صفر على مدار الشوطين آآ آآ غير الهدفين اللي دخلوا يعني كان ممكن يعني الكورة كانت بس كده يعني تتلاقي طيب هل هنالك مشكلة في هذه التشكيلة؟ نعم رأيي الشخصي ده رأيي شخصي ده دي ما معلومات ده رأيي الشخصي أنا إنه كان هو محتاج للاعبين غير أبو عاقلة وغير أطهر الطاهر في المكانين ديل كان ممكن يلعب الاثنين ديل هنا في النص لكن هنا كان محتاج للاعبين عندهم على الأقل بعض الصفات الهجومية ديل تسعة لاعبين دي مدافعين يعني انت شلت دفاعك كله خطيته في المباراة دي ديل تسعة لاعبين مدافعين انت كنت محتاج هنا ليوم رمضان عجب محل أطهر الطاهر وهنا بدل أبو عاقلة كان محتاج لأن تلعب ب ياسين منذ البداية يعني على الأقل ياسين بيلعب في أوروبا يعني يعني ما ممكن أصلا يكون أفضل من ديل يعني الفكرة بتاعت التغيير وإنك تلعب بلعبين في طرف الملعب جيدة المسلسات اللي اتعملت كفكرة جيدة كان يمكن النتيجة تكون أفضل من كده لو أن هؤلاء اللاعبين غير الاثنين ديل طيب هل ديل سبب الهزيمة لا يعني هل اللاعبين ديل سبب الهزيمة؟ لا، لكن المنظومة كلها لم تكن جيدة. لأنك أنت طلعت شيبوب اللي هو البلاي ميكر بتاعك. وطلعت أفضل لاعبين يلعبوا في الطرف ياسين ورمضان عجب. فأصبح ما عندك أي يعني الراجل ده قاعد براه وكان يعني قاعد برا الكورة ما بتصلوا محمد عبد الرحمن ده الكورة ما وصلته أصلاً يعني قطع طفوا منه النور كله كله فدي واحدة من المشاكل اللي كانت في هذه المباراة وكان محتاج أن تحل بشكل أحسن نشوف التفاصيل بشكل أكثر من كده يعني. بدأ الشوط الثاني عفوا بدأ الشوط الأول و الفكرة الأساسية للفريق المغربي هي حصر السودان داخل الملعب بالضغط على اللاعبين منذ أول دقيقة في المباراة حتى انهم اضاعوا هدف في اول دقيقة في المباراة يعني اضاعوا هدف لولا براعة ابو عشرين كان ممكن الكرة تخش هدفها طيب كانت في مشكلة تانية في الفريق القومي السوداني هي اختيار لاعب ما جاهز يعني ده رأيي انا ما بتكلم دلوقتي في قدرة هذا اللاعب وإمكانياته، أنا بتكلم في إنه هل هو جاهز للمباريات بهذا الحجم، يعني أن تلعب مباراة بحجم الفريق القومي المغربي ولا لا؟ وأن تكون في هذا الموضع الحساس، أنا بفتكر إنه اللاعب والضاح ما كان جاهز إطلاقًا، هو اللاعب رقم خمسة، ما كان جاهز لهذه المباراة إطلاقًا. هذا لاعب صغير في السن له مدة طويلة كان في إصابة لم يكن جاهزا لهذه المباراة. أنت لم تعد إلا بمباريتين في الأمارات حتى هاتين المباريتين مع لعب كاملات يعني. وبالتالي لا تستطيع أن تزج به في وجود لاعب أساسي ما ممكن يقعد برا إذا هو سليم. والدليل على إنه سليم إنك أنت لعبت الشوط الثاني. يعني. الفرق بين ايرينج وبقيه اللاعبين الموجودين كلهم في 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 الدفاع انه اللاعب الوحيد الأجرسيف بدون اخطاء لاعب اجريسيف جدا وبدون اي اخطاء ما بيغلط لذلك يعني كان وجوده خطا كان هو سبب في احراز الهدف الاول طيب هو جابه ليه؟ جابنا أنه طويل عنده لعبين قصار أمير و السموال خدت ده ضياء وضاح خدته بجانب السموال عشان يعوض الطول و لأول مرة أمير يلعب بالشمال وجنبه فارس عشان يكون برضه طويل ويقدر يشيل الهيد مع انه فارس ما بشيل اصلا براسه الفكرة اصلا ما مبنية صح يعني كان ممكن يستخدم في الحالة دي يستخدم الشغيل لكن على حال هو اختيارات وما في مشكلة طيب الفريق المغربي ضغط على الفريق السوداني جدا الغريبة ان الفريق السوداني كان بيقدر يطلع من نص ملعبه لغايه 60% من الملعب او ثلثين الملعب بشكل كويس كانت عنده مشكله في الخيال الهجومي اول ما الكوره تصل عشان تصل لمحمد عبد الرحمن او عشان تتبني منها هجمه وتطلع من آآ آآ يعني من وسط آآ من, من ملعب السودان لملعب المغرب بتوه اللاعبين لانه اصلا اللاعبين ديل ما لاعبين ديل لاعبين مدافعين ولو شفنا الفرق في الشوط الثاني كان واضح جدا طبعا كان في اداء رائع جدا من الياس شاعر في اداء رائع جدا من عادل تعرات غانم سايس كان ممتاز جدا وتفرغ تماما لمحمد عبد الرحمن وضغط على محمد عبد الرحمن حتى اخرجوا من جو المباراه حنتكلم عنها الشوط الثاني نايف اوغيرو لاول مره يلعب ك بعد لعب يعني ترك ترك مهمه محمد عبد الرحمن ومراقبته لغانم سايس بينما خلى نايف اوغيرو هو اللي يبدا اللعب ومحمد عبد الرحمن ما فكر للقصة دي محمد عبد الرحمن لو فكر للقصة دي كان على طول مفروض يهاجم هذا اللاعب ويسيب ده نهائي يسيب غانم سايس نهائي نحن في المرة اللي فاتت قلنا غانم سايس هو المفروض يبدا الهجمة عشان كده لما الكورة تكون يفقد السودان يجي يغطي الراجل ده بينما آآ آآ لما هو يلعب يلعب مع الراجل ده لكن اصلا هم بدوا بالمقلوب فانت تبدا معاهم بالمقلوب تغير اللعب اللاعبين اللي عليهم النجوم صفراء دي كلها يعني كانت اجادت بشكل رائع جدا لكن كانت في لعبه مهمه جدا بيلعب بها الفريق المغربي وهي خروج يوسف النصيري من منطقة العمليات إلى أطراف الملعب أو إلى الهاف سبيس أو نصف المساحة ودخول ريان ياسين هنا والقصة دي كادت أن تحرز أكثر من هدف يعني كادت أن تحرز أكثر من هدف لكن آه قدر الله انه ما, 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 ما يجي منا اهداف يعنى آه اي قصة بسيطة جدا كان هو بيطلع بيسوق معاه آه وضاح يطلع وضاح يخلي الحتة دي فاضية الراجل ده يلقى نفسه براه وهو اطول من, آه من امير يكون واقف ورا امير وكاد في كورة انه يلعب هيد آه او رأسية تجي منا هدف لذلك أن احنا في اشياء ما انتبهنا لها كل المباراه، الزول ده لعب المباراه دي كلها بهذه الطريقه، يطلع ده ويجي جوه. عشان كده ما شفنا يوسف النصيري الا في كوره واحده تاخر فيها وضع هدف مضمون جدا، لكن في غير كده ما كان هو المهاجم الرئيس، كان مهاجم وهمي بشيل مهمته الاساسيه يطلع لاعب من قلبي الدفاع إلى خارج الصندوق ويدخل الريان يسمح لي يعمل مساف مساحة يلعب بها ريان ياسين الشيء الغريب أنه لم يستفد المغاربة من زون 14 مع أنه زون كان مكشوف جدا يعني صحيح لعب فيه الشغيل بشكل كويس اللي هو بيمثل بالنسبة لنا إحنا في فريقنا الغومي بيمثل زون 5 لكن بالنسبه للمغاربه بيمثل زون 14 لانهم هم شايتين من يمينك لشمالك وبالتالي هم ما استفادوا من زون 14، يعني ما شفنا تسديدات من خارج الخط، ما شفنا كان في محاوله للتوغل من منتصف الملعب من 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 العمق و الاثنين هنا استطاعوا الى حد كبير جدا والهنا برضو استطاعوا ان يحدوا من طرفي الملعب خاصه الشمال الطرف الشمال كان طرف مهاري لكن ما سريع يعني ايمن برقوق كان مهاري جدا ويستطيع ان 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 ان, يراوغ لكن لم يكن سريع بحيث انه يخلق مساحات عدم وجود بوفال او بن شرقي في هذه المنطقه إلى حد كبير جدا خفف على الفريق القومي السوداني كثيرا نشوف نحن الشوط الثاني ماذا حدث في الشوط الثاني ما حصل تغيير في بداية الشوط الثاني لم يحدث تغيير بالنسبة للفريق القومي المغربي لعب بنفس العناصر وبنفس تنظيم اللعب بنفس مثلث الوسط المكون من عادل تعرات كمركز ستة وريان ياسين في مركز ثمانية وألياس شاعر كمركز عشرة الفريق القومي السوداني أيضا لم يجري أي تغيير باستثناء تغيير واحد وهو تصحيح الخطأ الذي حدث في الشوط الأول باختيار وضاح فلعب إيرينج من بداية الشوط الأول لكن الأسلوب اللعب وطريقته وبقية العناصر كانت كما هي النتيجه واحد صفر فكان واضح جدا انه المدربين كل واحد فيهم يعني كل واحد فيهم يعض يعني يعض في اصبع آه الثاني وينتظر خطوته اللي حيعملها عشان على اساسها آه آه يحدث آه التغيير المناسب او الاستبدال المناسب المباراه مشت حوالي ربع ساعه بهذه الطريقه كل ينتظر الاخر إلى أن أحرز الفريق القومي المغربي هدفه الثاني ما يعني أسقط في يد الفريق القومي السوداني ما كان في طريقة ثانية غير إنك لابد من التغيير الآن بدأ لما حصل التغيير بدأ السودان يلعب بشكل كويس لسببين السبب الأول إنه الضغط الكبير اللي عمله الفريق القومي المغربي على فريقنا السوداني يعني ضاق به اللاعبون السوداني وبدأوا يخرجوا عن المباراة ويلعبوا في مرات كثيرة على الأجسام وبدت الكروت أو البطاقات الصفراء تظهر فاضطر المدرب إلى إخراج بعض اللاعبين من أهم اللاعبين اللي أخرجهم محمد عبد الرحمن أخرج محمد عبد الرحمن وأخرج أطهر الطاهر أخرج أيضا صلاح للإصابة وأخرج أبو عاقلة ودخل دخل شيبوب ودخل ياسين ودخل ياسر ودخل ايضا رمضان شكل اللعب اتغير نوعا ما لكن يعني لم يتغير فقط لانه السودان اصبح جيد واراد ان يحرز اهدافا تغير لانه تغير اسلوب اللعب بتاع الفريق المغربي ايضا الفريق المغربي ضمن النتيجه لم يكن في حاجه يعني الى ان يبذل مجهود كبير فكان عايز يزيد الغله دون ان يبذل مجهود كبير فعمل شنو حاول ان يحتفظ بال اللياقه البدنيه والذهنيه بتاعته ثم سحب الفريق القومي ترك الفريق القومي السوداني انه يمشي هاجم شويه يبدا بالهجوم ويتحرك إلى نصف الملعب المغربي حتى يعني يجعل أن هناك مساحات وراه وطبعا الفريق القومي السوداني مع يعني 2-0 زي 10-0 أنت مهزوم في النهاية أنت عايز تحسن هذه المسألة أو على الأقل تقلل الفارق بهدف ربما يفيدك في مستقبل الأيام فما كان في طريقة للفريق القومي السوداني غير أنه يهاجم وبالتالي استدعاه الفريق القومي المغربي إلى نصف ملعبه، لم يكن الفريق السوداني سيئاً، لكن كمان دي تركت بعض المساحات من الخلف، وكادت أن تزيد الغلة بأكثر من هدف، لولا إنه اللعيبة المغاربة كانوا يلعبوا لأنفسهم أكثر مما يلعبوا للفريق القومي، كل واحد عايز يعني يراوغ السودان كله عشان يحرز هدف، ودي مسألة ما يعني غير مغنعة يعني ما يعني اللاعبين محترفين كانت ما جميله يعني انت انت ما محتاج تنفع عمل كل هذا العمل النتيجه بتاعت 2-0 ربما تتغير تصبح 2-0 ويفوتك السودان يعني يغلبك السودان 2-0 ايضا في السودان ثم يستفيد من فارق الاهداف يعني ما معروف النتيجه مهما كانت امكانات الفريق المغربي يعني مع كره القدم دي لا احد يضمنها يعني لابد ان تلعب من المضمون ولاعبين في جايين من اوروبا ما كان مفروضاً ان يكون يعني هذا هو ديدنه مع الاستبدالات اللي عملها الفريق القومي السوداني ومحاوله ابداء بعض الخطوره الخيوله بدا المدرب الصربي يعطي فرصه للاخرين في ان يلعبوا فاخرج عدد كبير من اللاعبين أه وادخل بن شرقي واخوانه أه في هذه المباراه حتى يعني أه يدخلوا في فورمه المباريات ويحدث كثير من التجانس المباراه اوشكت على النهايه وهي ماشيه في اتجاه ان الفريق المغربي يفوز بالمباراه حدثت بعض المشاحنات ما بين اللاعبين ودي ما كنا يعني نحن في حاجة إلى مثل هذه المسألة سواء كان من الفريق القومي أو من الفريق القومي الضي المضيف اللي هو الفريق المغربي المباراة كانت بين إخوة كانت ماشية من ناحية فنية لا بأس بها لم تكن تحتاج لكل هذا الزخم وهذا الضغط لكن بفتكر إنها تجربة جيدة للفريق القومي السوداني تجربة جيدة أيضا للفريق القومي المغربي في بداية مشواره، صحيح انه هنالك فارق واضح جدا بدا بين الفريقين من حيث الامكانات الفنية ومن حيث ايضا المكون البشري في كل الم... في التيمين يعني او في الفريقين يعني لكن ده يعني يجب ان لا يثبط الفريق القومي السوداني وان يدفع باللاعبين للرفع من قدراتهم ايضا وايضا ان يستوعبوا انه يعني كره القدم دي عطاء وكره القدم ايضا كمان امكانات فنيه عاليه ادوا اداء لا باس به كلهم يعني لم يكن كما نشتهي ولم يكن ايضا يعني من الناحيه الفنيه لم يكن لا نستطيع ان نقول انه حتى وسط لكن ارجو الله يحبط هذا الفريق القومي السوداني وان يستعد جيدا لمباراته مع غينيا بيساو القادمه وان يعني يحاول بالقدر المستطاع ان يظهر بشكل جيد الفريق القومي السوداني آه عادة آه لا يخسر داخل الأرض آه وبالتالي فنحن نتوقع إن شاء الله أن يلملم آه اللاعبون أطرافهم وأن يستطيعوا بإذن الله آه الفوز في المباراة القادمة بإذنه تعالى آه مبروك للمنتخب المغربي أدى مباراة جادة ده 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 التعبير السليم آه جادة كان خاتي في باله أنه آه ما في أي آه طريقة لإعطاء الفريق السوداني أي فرصة للمراوغة آه أو الوصول إلى شباكه آه الفوز بالمباراة كان هو الهدف الوحيد بالنسبة له واستطاع أن يحققه بجدارة آه لعبا ونتيجة ألف مبروك للأخوة المغاربة آه نسال الله ان نلتقيكم في المره القادمه في السودان آه وان آه نرحب بكم جميعا آه بكل الشعب المغربي المعطاء ونسال الله ايضا يعني ان نفوز عليكم آه في المره القادمه آه ولو على سبيل تصحيح الاضواء الاوضاع آه تحياتي صلاح البشير والى لقاء قريب باذن الله